السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ كريمة. ولا هذه أول مرة تزوروا القناة، ادعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. أعتذر على الصوت، على بالكم باللي كل ما يتبدل الحال حالي يتبدل. المهم أنا في موسم الشتاء، هذا هو وقته تاع الدجاج، وقت الخضار نحتاجهم كثيرا في الايام الشتويه. اليوم راح نقدم لكم وصفه تاع البركوكس او المردوم، العيش كل واحد كيف يسميه. هنا على طريقه القبائل، يجي غني في الخضار، في البقول، وفي كذلك البروتينات، في كذلك النشويات. اذا بدون اطاله نعطيكم المقادير التاليه. هنا كما كان قلت لهم، تلاحظوا عفوا، عندنا هنايا الفول، الفول انا بيته ليله كامله. من بعد غدوه من داك نحيت له هذيك القشره، نقيته، تحصلت على هذا الفول هدايا. شوفوا اجا ما شاء الله. هنا عندي بالنسبه للخضار عندي اللوبيا، يعني حنا هنا يديروا له لوبيا، لوبيا من العيون، هذيك اللوبيا اللي عندها عين تحلى. الا يعني ما كاينش متوفره عندي، درت هنايا كما راكم تلاحظوا اللوبيا الخضراء، قطعتها صغيره. عندي حبه لفت، حبة جزر يكونوا حجم كبير، حبة بصل حجم كبير، حبة طماطم هنا حجم كبير كذلك سكفشتها، وعندي ملعقة تاع الطماطم المصبرة. هنا عندي 500 غرام تاع محمصة أو البركوكس. هنا عندي الكابويا قطعتها مربعات كبار بارابور هادوما قطعتهم صغار. عندكم شطة حميصة درتها أنا مع الكابويا، باسكو الحميصه تاعي راهي طايبه، جبتها من الكونجيلاتور. هنا عندي القديد غسلته، راك ما كنت لحدوه من لون تاعو تبدل، غسلته بالماء الساخن. عندي ثلاث طرف راح نديرهم. اللي ما عندوش هذا عنده الدجاج قدا يدير الدجاج، ما عندك والو ما تقدري ما ديري والو. عندك ديك الشحمه فقط ديريها للبنه، تقدري ديري هذيك الشحمه تاع العيد طلق فقط الرائحه. عفوا. هنا كيما راكم تلاحظوا عندي الدرسه، الدرسة هي عبارة عن زوج حبات تاع فلفل دري صحار، هنا خمس سنينات تاع الثوم. بالنسبة للتوابل نحتاج فلفل كحل، سكنجبير، شوية قزبر مرحي، وكذلك نحتاج إلى فلفل دريس اللي راكم تشوفوه. ما عندكمش هذا تقدروا ديروا هذاك المرحي. نروحوا بدون إطالة، نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. هنا مباشرة في القدرة تاعكم ديروا زوج مغارف تاع الزيت كما راكم تلاحظوا. هنا انا درت هنا القدير تاعي باش يتحمص. لا عندكم الشحمه هذيك ديروها في الاخير، لكن هذا القدير ولا الدجاج ولا اي حاجه متوفره عندكم ديروها هي الاولى. باش مع البصل نحمص مليح حتى يذبل داك البصل. بعد ما حمصت شويه هذاك القدير مع البصل، هنا راح نضيف الطماطم اللي كنت سكفتها، ضيف رشة خفيفة تاع الملح، تنساوش القديد راهو مالح. هنا نضيف الخضار ما عدا الكابويا تاعكم، مديروهاش دوكا باسكو راح تذوب. ندوز الخضار تاعي مع البصل والقديد هذاك، نضيف التوابل. فغير الأكلة هذه ياكلوها بزاف في الشتاء، مليحة بزاف، خاصة اللي درتوها حارة، مليحة للناس كي مرضوا لا غريب يديروها كذلك للنفسة. أكلة شعبية معروفة في منطقة القبائل، وكل ولاية كيفاش يطيبوها. تاع القبائل معروفة بالبقول، معروفة بالخضار. لكل وحدة تكتبنا في التعليقات قلنا طريقة تاعهم، في طريقة التحضير تاعها، يعني في كل ولاية كيفاش يديروها. نعرف تاع وهران البركوكس بالتعمير، عرفونا بالاطباق تاعكم تاع البركوكس في الولايه تاعكم. هنا راح نضيف ملعقه تاع الطماطم المصبره، نكمل ندوز مليح، نقلي مليح الخضار تاعي. لان كيما راكم تلاحظوا الخضار على طلقه الماء ديالها هنا قبل ما تنشف، نقصت كامل الفرن خليتها طيب على قنيها. الان راح نضيف الماء الساخن، لكن قبل ما نضيف الماء نضيف
الفول، الفول ما درتوش انا باش ندوزنو معاه، حطو غير من الفوق يزيد يتجمر شويه باش ما يتكسرش ويبقى لي هكذاك حب، نخليه غير هكذا من الفوق ونمرق هنايا دفعه واحده. بسم الله، الماء يكون ساخن جدا، الناس يتحب الحار، هنا راح نضيف راس تاع حار ونغلق عليه. هنا جهه اخرى نجيب الكاس نحط فيه البربوشه تاعي ولا البركوكس، نضيف له ملعقه تاع زيت الزيتون هكذا، نخلط جيدا، نحطه هنا كيما راكم تلاحظوا يفور فوق هذيك القدره، ونخليه حتى يفور ونرجع فيما بعد طعم معنا. بعد ما يفور هنا كيما راكم تلاحظوا راح نفرغ عليه كاس تاع ما فقط حق ما يتشمخ فقط هكذاك فوق الكسكاس فوق القدره بلا ما تنحوها، وزيدوا تخلوه يكمل يفور تفويره ثانيه. بعد ما يفور تفويره ثانيه نضيفوا له ملعقه تاع زيت الزيتون وتحطوه بجاه. هنا بعد ما تفور تفويره الثانيه هكذا، هنا باغ كي طيبوا هاد لاصوص كفايه علاش ديروها باش كي طيبوا ديروا في المرقه يجي حبه على حبه ما يجيش متلاصق. هنايا ندالو زيت الزيتون هكا وندهنو مليح هكا، درنا كيما شفتوا هذاك البركوكس انا فورناه هنايا كان كل حاجه راهي طايبه، هذاك القديد ذاك الفول الخضره. الان 10 دقائق قبل ما ندير البركوكس راح نضيف الكابويا مع الحميصه، نخليهم يزيدوا يطيبوا واحد 10 دقائق وحدهم ونرجعوا فيما بعد يبقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما فورتو التفويره الثانيه وفرشت هكذا كيما راكم تلاحظوا سويتو كامل مليح، الان راح نضيفو لداخل القطره. بسم الله، فرغوا كامل دفعه واحده، نحرك هنايا مع التحريك المستمر مره على مره تحركو حتى تشوفوا باللي طاب. مع التحريك المستمر هكذا نخلوه يطيب، راح نتلاقاو على مائده التقديم تبقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما طابت المحمصه تاعي ولا البركوكس ولا المردود كل واحد كيف يسمي، كيما قلت لكم كل وحده تحط لنا الطريقه تاع الولايه تاعهم وتسمينا كذلك كيفاش يسموه. جاي شهي وشهيتكم في الجنه، رائحه تاعو طيبه زاكيه بزاف بزاف بنين، انا نحب المرقه تاعو تكون ثقيله، نحبو يكون هكذايا بعد ما نقدمو هكذا بقطع تاع كاين اللي يحب يقدمو بالقطع تاع القديد كاين اللي يحب يفتتو، وندير له من فوق شويه تاع الشيشه. لاحظوا هنايا كيفاش جاي جاي ما شاء الله، بسم الله نتمنى الوصفه تاعنا هاليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الملتقى، السلام.